اهلا بيكم معانا من الفاصل، ودلوقتي معانا منال. ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ منوراني. الحمد لله. انت جايبه تشكيله رائعه من اكسسوارز. قولي لي، انت بقالك كام سنه شغاله في المجال ده؟ لا انا لسه بدأ في شهر ثلاثة. ثلاثة ما شاء الله، عامله كل التشكيله دي في 6 شهور تقريبا. حاجات بتخلص بعمل تاني وكده. دي الحاجات كلها حلو قوي، دي حاجات كلها جديده يعني. انت البرنامج شجعك ولا حاجه؟ طبعا بجد. والله انا مبسوطه يعني، وليده البرنامج برضه. انتوا عارفين انا بشجع اي حد ان هو يعمل حاجه من البيت ويشتغل، ما يقعدش كده، لان الواحد يعني لما تتفرجوا بتاخدوا افكار وتبتدوا ايه انتوا بنفسكم كده، طب ما اعمل ده، طب ما اعمل ده، طب ما اعمل بالظبط، واعمل لنفسي برضه. ممكن اي حد يعمل لنفسه. يعني انا حبيت ان هو يكون بيزنس ليا، يعني حبيته اكتر شغل الهاند ميد عن شغل الوظيفه وكده. تمام. وابتديتي تطقصي بقى الحاجات دي، اشتريها منين والكلام ده كله، لغايه ما عرفتي بقى الاحجار دي بتتباع فين وعشان تقدري تعمليها، صح؟ بالظبط. حلو. كل شويه بتاخدي خبره جديده يعني. عملتي كورسات او حاجه؟ لا لسه. يعني انت كل ده شغل اجتهادي. كل ده موهبه. واو، اوكي. الله يخليك. طيب خلينا نشوف مع بعض كده، نبتدي بقى من اول اللي فوق دول، الوان تجنن برضه. اول واحد ده فيروز؟ فيروز. طبيعي؟ طبيعي. واو. والدلايه نحاس برضو مطعمه في فص فيروز، والفصوص الصغيره دي الذهبي دي احجار هيماتايت، احجار طبيعيه برضو. والفاصل الاثنين دول ذهبي، دي عادي معدن بس مطليه ذهب. تحفه. انت اصلا كنت حاجه فن؟ لا انا طب بيطري. انا بعيد عن طب بيطري. يا سبحان الله يا ربي، والله الواحد فان بي ممكن يكتشف نفسه عادي جدا. لا انا ماجستير. انا 30 32. الواحد ممكن يكتشف نفسه بعد ال 30 كمان، يكتشف نفسه تاني بعد ال 40، ويكتشف نفسه تاني بعد ال 50، ويكتشف ان هو مش فاهم اي حاجه عادي جدا. ايوه عملت كارير شيفت كذا مره يعني. اشتغلت يعني الاتش ار، وبعدين دلوقتي في الاكسسوارز. انا اصلا عملت ماجستير كمان في الاتش ار. لا استني، واحده واحده بقى، واحده واحده. يعني انت اصلا طب بيطري، وعملتي اشتغلتي اتش ار؟ اشتغلت اتش ار اخر حاجه. هيومن ريسورسز لمده قد ايه؟ لمده ممكن نقول سنه ونص. عملت ام بي اي في ال. طب ايه اللي خلاكي من طب تبقي موارد بشريه؟ انا الاول يعني كنت شغلت في شركات ادويه، فكان عاجبني اكتر بوزيشن عاجبني الاتش ار. برضو بيبقى دكتور بس لازم يبقى معاه برضو ام بي اي في الاتش ار. تمام. يعني لازم تبقي في التخصص ده برضو دكتوره بس بالظبط اتش ار، عشان تفهمي الناس اللي هتعينيها دول فعلا كواليفايد على ان هم يقدروا يتعينوا في شركه ليها دعوه بالطب ولا لا. هايل. طيب. كملت بقى في شركات ادويه، واشتغلت في صيدليات، شركات تامين، كلها ليها علاقه بالحاجات الميديكال والميديكيشن وكده. طيب. بس كده كنت حابه ان انا اعمل دراسات يعني. عملت ام بي اي لسه مخلصاها من شهرين تقريبا. في اخر بقى الام بي اي حسيت ان انا اصلا بحب شغل الهاند ميد وانا صغيره، في طاقه ثانيه طلعت. بالظبط كده، زهقت من المذاكره شويه، كنت بذاكر وبشتغل في نفس الوقت، بس بعد كده حسيت ان مش عارفه اوفق بين الاثنين. طب يعني احساس الالوان دي جت ازاي؟ لا دي انا بحبها يعني من وانا صغيره. يعني من وانت صغيره عندك اصلا حته فنيه؟ بالظبط. ترسمي او حاجه؟ لا مش شغل يدوي، ممكن اركت. اوكي. يعني بحب اركب الوان على بعضها بيطلع شكلها حلو. بس لا دي فعلا شكلها حلو. طب تاني نرجع تاني، احنا يعني شفنا الفيروز اول واحده، شوفوا بعدها بقى دي شكلها تحفه. دي حاجه سوري. لولي؟ ده لولي طبيعي. وفي النص الاحجار اسمها سانتاتيك. والدلايه دي اسمها ماكرو زركون. تمام. بتبقى مرصعه باحجار برضو، بتبقى كلها لونها ما بيغيرش وكلها بتبقى طبيعي يعني. حلو قوي. طب اللي جنبها بقى؟ ده عقيق عادي. وفي الوانه تهبل. ربنا يخليكي. هو الوانه هو الفرع هو كان يعني يعتبر فيه الالوان دي، بس انا رتبتها يعني. أوكي. وخليت اللي على الجنب يعني، حطيت بقى اللون ماشي مع الالوان دي على الجنب الشمال. فظيعه. برضو اللي في النص دي احجار هيماتايت، بحب ان انا احط احجار كله عشان اللون ما يغيرش. يعني يتلبس معاكي اللون ما بيغيرش. اللي جنبه الازرق ده لابس لازوري، دي احجار برضو. والفواصل دي هيماتايت فضي. والدلايه طبعا دي اسمها شغل دروزي، بتبقى مرصعه برضو الاحجار المركزات دي برضو طبيعيه. كله طبيعي؟ كله طبيعي، احجار طبيعي. الفوشيا ده برضو عقيق، والدلاية عقيق. حبيت ان انا احط الدلاية في النص عشان حسيت ان هي مميزة، حسيت ان هي تبقى فوق افضل يعني. الاسود ده برضو عقيق والهيماتايت طبعا طبعا. دودو عارفة انا دماغي.
شفتيها تي دودو صح؟ اه بتحبي هي ال طيب نخش على الباقي بقى ال ده عقيق برضو، ده اللي هي عقيق. ده مرجان وفيروز. دي فيها حتة جرأة شوية، دي جريئة قوي. أحمر مع الأزرق جريئة. حلوة؟ جريئة، عايزة لبس معين. اللي جنبه ده برضو عقيق ونفس الفكرة برضو، ده اللي هي الشغل الدروزي، والحاجات اللي نازله منها دي برضو احجار هنا. طيب يا جماعه انتوا جايبين علينا اتوا على تمام. برضو نفس القصه، برضو عقيق ونفس الشغل. ده كسر، كسر فيروز مع كسر عقيق، والمدور ده صدف. الاحجار دي انا ملاحظه ان الصدف والصدف الشكل ده مثلا، ده الصدف او الشكل، الحاجات دي الكبيره الصدفات دي بقت موضه قوي صح؟ موضه وبيبقى شكلها مميز. هي مست الاحجار اللي انت صعب ان انت تلاقي حد لابس نفس الحاجه. ايوه بصي انا مثلا لابسه، انت قولي مين الشكل ده. ده صدف. لا الديزاينر، لا مش عارفه. دودو اللي كانت معانا. ايوه تمام. مش دودو اللي معانا، دودو اللي كانت في البازار. دودو برضو عامله، شوفوا انا لابسه يا جماعه بادي عادي جدا، ما فيهوش اي افتكاسه، بادي عادي جدا خلاص. اي طقم بقى، اي حاجه قطعه من دي على البادي بتغير الشكل. يعني انا لو غيرت مثلا على البادي ده اللي انا لابساه الشكل ده مثلا، حطيت مكانه مثلا نقول دي، بصوا حطيت دي مثلا، بس انا الشكل اتغير تماما بقى حاجه تانية خلاص كده، شكل تاني. طيب نجرب مثلا، بصوا بقى شكل مثلا تاني هنا مثلا، ده تحفه قوي كده. كل شكل من دول هيروح مغير مودي شكل تاني. يعني ممكن نلبس على الطقم البادي الواحد كذا طقم وكذا شكل، فما عشان ما يتحسش ان ايه ان الواحد بيكرر ويعيد من نفس اللبس، فكده نوفر اللبس شويه. طيب نخش بقى على المنطقه دي. ده تورمالين برده كسر، وده صدف. معلش في حاجه كنت عايزه اسال عليها، اللي هناك دي اماتيست؟ لا دي اللي هي ريزن الدلايه مش اماتيست. لا دي اللي هي الموف خالص دي. لا دي دلايه ريزن. لا ده عقيق، ده عقيق مش اماتيست. شنو لون الموف الاماتيست؟ بالظبط. ده برضو عقيق صدف. ده جاد، حجر جاد. وده اللي هو الكوارتز روز. بيبقى نقي كده وشفاف. كوارتز روز ده بيدي كده ثقة بالنفس كده، والواحد يحب نفسه كده. هي والواحد اصلا هو شغال بتحس انت في راحة نفسية. صح؟ يعني انت بتشوفي الالوان دي، العقيق اصلا بيدي طاقة ايجابية وبيريح النفسية. بحس كده فعلا وانا بشتغل، تبقي مبسوطة ان انت بتشتغلي ما بتحسيش بالوقت. ايوه صح. سبحان الله كل الاحجار ليها طاقة معينة وليها بتفرق على الشاكرات الجسم وعلى الجسم نفسه. بتعكس الطاقة السلبية برضو. ده عقيق شجري برضو مميز قوي بالدلاية بتاعته، عقيق شجري برضو. في النص ده كريستال. عجبني قوي ان انت بتعملي الشغل ده اللي هو بتروحي فاصلة ما بين اللولي بلون تاني. يعني بصوا دي مثلا برضو لو حطيت دي مثلا ادتني برضو شكل تاني خالص. شايفين حاجة تانية اهو. انا بس اشدها صح عشان ايوه اهي. اوبس انا رحت فين؟ الواحد احساسه قدام الكاميرا عكسي بتبقى مش. وده ازرق منه نفس الفكره بس ازرق واسود. وده اخضر، يعني عملت منه كذا لون اللي هو الاسود والازرق والاخضر. بجد تسلم ايدك. انت اسمك ايه بقى على الانستجرام؟ على انستجرام منال هاند ميد اكسسوارز، بس في اندر سكور بين كل حاجه، يعني منال اندر سكور هاند. على الفيسبوك منال هاند ميد اكسسوارز على طول. تمام ان شاء الله برضو نجيب دودو هاند ميد برضو. ان شاء الله باذن الله. حضرتك احسن حاجه اللي حضرتك بتشجعي بصراحه اللي احنا نيجي مع حضرتك يعني طبعا خلي الناس انا نفسي برضو والله ان هي تشوفنا وكده، دي حاجه كويسه جدا. نفسي كل حد يلاقي نفسه كده وينطلق. يعني بتجيب والله طاقه ايجابيه جدا وثقه بالنفس ورزق وحاجات كتيره. بالظبط يا رب ان شاء الله. والناس ما بتشوف الحاجه بتاخدي منها الفيدباك بتبقى احسن من اي حاجه صح. بصراحه والله بيبقى احلى احساس.
ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. عايز تقولي اي حاجه قبل ما نختم؟ لا انا بشكر طبعا حضرتك وبشكر طبعا بابا وماما يعني ان هم دايما بيساعدوني وبيدعموني واخويا. وعايزه بقى اقدم لحضرتك حاجه بسيطه كده. ايه ده؟ انا المره الجايه ازيك في العلبه. بصوا جميله قوي العلبه. ميرسي يا حبيبتي والله انتوا هديتي. كل مره بقول كده ربنا يخليكي كده يعني. قلنا هنعمل سكريننج من اول دخول كده ممنوع هدايا. طب اعمل ايه؟ طيب مش عارفه اعمل ايه. انا لاحظت ان حضرتك بتلبسي الحاجات الصغيره. في المره اللي فاتت كنت لو تفتكري الاصفر اللي هو كان كده، فقلت اجيب حاجه بقى صغيره المره دي. أوكي. هو برده نفس الستايل بتاعي. اوكي بصوا شكلها عامل ازاي. تسلم ايدك. انا لقيت القلب فيه نفس التجزيع بتاعه الحجره فقلت تبقى حاجه مميزه. تسلم. يعني مش مكرره. تسلم ايدك. شكرا يا حبيبتي. تسلم ايدك. ميرسي قوي قوي. شاكره قوي لحضرتك. انا دايما بلبس حاجاتهم وبعمل لها منشن على انستجرام علشان اللي حابب عاجبه حاجه يشوفها يقدر يعرف على طول اللي جبتها منين، بحيث ايه انكم تقدروا تتواصلوا معاهم. بتمنى يا رب الفقره تكون عجبتكم.